السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد ترحيب، ونرحب كذلك بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. حياك الله يا سعود. يا مرحبا يا أخوي حمد، الله يحييك وحياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة. بإذن الله بنتابع مع ضيوفنا في الاستديو مواضيع مهمة ومميزة، إلى جانب مواكبة الأحداث والفعاليات التي تشهدها مختلف مناطق الدولة. وفي أبرز عناوين حلقة اليوم: إنجاز جديد على مستوى العالم تحققه الخطوط الجوية القطرية، شروط وتفاصيل منح الإقامة الدائمة في قطر، البداية مع إنجاز قطري جديد، حيث أعلنت الخطوط الجوية القطرية عن فوزها بست جوائز من موقع تريب أدفايزر لعام 2019. نتابع سويا هذا التقرير. في إنجاز جديد للناقلة الوطنية، صنف موقع تريب أدفايزر الشهير الخطوط الجوية القطرية في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والثاني عالميا ضمن قائمة أفضل شركات الطيران في العالم لهذا العام، وذلك بناء على تقييم المستخدمين والزبائن. وقد تصدرت الخطوط الجوية السنغافورية التقييم العالمي، بينما حلت الشركة التايوانية إيفا في المركز الثالث. كذلك جرى تكريم القطرية لأفضل مقصورة لدرجة رجال الأعمال في العالم، فيما كانت جائزة أفضل درجة اقتصادية من نصيب خطوط الطيران النيوزلندية. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام، وبالانتقال إلى موضوع آخر. وفي قرار يعكس عمق العلاقة التي تربط هذه البلاد بالمقيمين، أعلنت دولة قطر عن منح الإقامة الدائمة للمقيمين على أرضها شرط تحقيق بعض الشروط، حيث ستمنحهم هذه البطاقة العديد من الامتيازات. للتعرف أكثر عن شروط منح الإقامة الدائمة معنا في الاستديو كل من المقدم عيسى حمد الكعبي مقرر لجنة الإقامة الدائمة بوزارة الداخلية، والمقدم محمد علي المهندي مساعد مدير إدارة الخدمات الموحدة وعضو لجنة الإقامة الدائمة بوزارة الداخلية. يا مرحبا ومسهلا فيكم، وحياكم الله معنا في استديو ترحيب على قناة الريان. الله يحييك. يا مرحبا ومسهلا. يا مرحبا، الله يحييكم، شرفتونا ونورت، الله يسلمكم. في البداية نبتدي مع المقدم محمد بن علي المهندي، ودنا نعرف مشاهدين أكثر عن الفئات المستفيدة من الإقامة الدائمة. بسم الله الرحمن الرحيم. يمكن أصدرت عدة قرارات من مجلس الوزراء الموقر بهذا الشأن في تنظيم البطاقة المؤقتة لتنفيذ القانون رقم 10. يمكن الفئة المستهدفة فئات كثيرة من ضمن المقيمين. أول شيء في بعض الشروط اللي بتطبق على هذه الفئة من المقيمين، يعني ممكن نتكلم فيها. من ضمنها لازم الإقامة تكون 20 سنة في البلاد، ويكون الدخل بالنسبة للمقيم 20,000 كدخل له في القطاع الحكومي، و30,000 في القطاع الخاص. في بعض الاستثناءات اللي بتكون في القانون نفسه. طبعا اذا نفهم الكلام مقدم محمد، ان احد الشروط اذا كان المقيم صار له 20 سنه دخله الحكومي، اذا كان يشتغل في الحكومه فوق يعني من 20,000 وطالع، صحيح، او اذا كان في شركه خاصه 30,000 وطالع،
ممكن يمنح هذه اللي هي البطاقة الدائمة. ممكن يتقدم بالطلب. نعم يتقدم بالطلب. صحيح. وبناء على الطلب عقب اللجنة تشوف المعاملة كاملة وتمر على اللجنة وبعدين يتم إبلاغ المستفيد من هذه البطاقة. المقدم عيسى، الامتيازات اللي ممكن يحصل عليها صاحب هذه البطاقة أو المستفيد من هذه البطاقة. بالنسبة للمستفيد من البطاقة له حق التعليم. نعم. مجاني. نعم. والصحة العلاج المجاني ما شاء الله. وبالنسبة للمستثمرين يقدر يستثمر في البلد 100%. اي يستثمر في عقار في سجل تجاري. نعم. يكون له شخصه بدون شريك قطري. نعم. ويقدر يستثمر يشتري كعقار في البلد، يعني يكون حال المستفيد منها كحال القطري. نعم يعامل المعاملة القطري. الله يجزاكم خير، ما قصرتوا في الامتيازات. ممتاز. أنا ودي أرجع للمقدم محمد، ممكن مثل ما ذكرت بعض الشروط أنها تكون إذا كان من قطاع الحكومي يكون تقريبا دخله 20,000، وإذا كان القطاع الخاص 30,000، وغير أنه يكون 20 سنة. أنا ودي أتكلم عن آلية تقديم الطلب. طبعا هو بيكون إن شاء الله من خلال موقع وزارة الداخلية، ولكن الاشتراطات اللي يتطلبها ليبقيها على اساس يحصل على هذه البطاقه. طبعا الشروط موجوده في موقع وزاره الداخليه، ممكن ان المقيمين يتقدمون من اليوم، و السيستم وزاره الداخليه والنظام مربوط بالقانون نفسه او بالاشتراطات. نعم. يعني ما حد يقدر يتقدم، مثال 20 سنة، ما حد يقدر يتقدم إذا ما كمل 20 سنة. ما يقدر يتقدم اللي مكمل 19 سنة. في بعض الاستثناءات اللي بالنسبة للدخل اللي هم من مواليد قطر. نعم. وأبناء القطرية. نعم. أو اللي يكمل 50 سنة في إقامة في الدولة. هذا ما يتطلب منه الدخل اللي هو تكلمنا فيه اللي 20,000 بالنسبة للحكومة. إذا كان في 50 سنة تقريبا ما خلاص يستثنى من كل شيء. صحيح. الله يجزاكم خير. طيب إحنا نبغى نشوف إحنا وياكم المشاهدين الكرام اللي هو تقرير يوضح أبرز شروط منح الإقامة الدائمة. أصدرت دولة قطر القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن منح الإقامة الدائمة في دولة قطر لغير القطريين، ويحصل على بطاقة الإقامة الدائمة في دولة قطر من توفرت فيها الشروط التالية: أن يكون قد أقام في البلاد لمدة 20 سنة إذا كان مولوداً خارج الدولة، وعشر سنوات إذا كان من مواليد دولة قطر، أن يكون له دخل يكفي حاجته ومن يعول، أن يكون محمود السيرة والسلوك ولم يسبق إدانته بحكم نهائي، أن يكون ملماً باللغة العربية إلماماً كافياً. ويستثنى من تلك الشروط أبناء القطرية المتزوجة من غير القطري، زوج القطرية غير القطري، زوجة القطري غير القطرية، أبناء القطريين بالتجنس الذين أدوا خدمات جليلة للدولة، ذوي الكفاءات الخاصة التي تحتاج إليها الدولة. يتم تقديم الطلبات من خلال موقع الوزارة الإلكتروني في رابط بوابة الخدمات الإلكترونية، وفي حالة استيفائه للشروط سيتم التواصل معه بالرسائل النصية لإرفاق المستندات المطلوبة، ثم يتم دفع الرسوم المقررة والبالغة 3,000 ريال قطري. في حال استحقاق مقدم الطلب لبطاقة الإقامة الدائمة سيتم التواصل معه للتوجه إلى أقرب مركز خدمات لاستخراج البطاقة بعد دفع الرسوم المقررة وقدرها 3,000 ريال قطري. مشاهدينا الكرام، طبعا مثل ما شفنا هذا التقرير عن شروط منح الإقامة الدائمة، ودي أرجع إلى المقدم عيسى. مقدم عيسى، نبي نتكلم بتفاصيل أكثر عن آلية التقديم، عن المتطلبات بشكل يعني شو المتطلبات بالتفاصيل شوي على أساس حتى المشاهد يكون عنده علم. بالنسبة لآلية التقديم، يقدر الشخص يتقدم على موقع وزارة الداخلية
لما يدخل على الموقع قبل أن يتقدم بالطلب فيه موقع يقدر يستفسر فيه عن هل هو مستحق البطاقة ولا لا. نعم. يدخل رقمه الشخصي هو يعطيه من أي فئة وإذا كان مستحق ولا لا. بعدها يقدر يحول إلكتروني على تقديم الطلب. هذا اللي هو أبو حمد بعد إذنك اللي هو قبل لا يقدم الطلب. قبل لا يقدم الطلب. يتأكد. يتأكد يعني على أساس إنه ما يدخل على. ممتاز. على أساس إنه ما يقدم أوراق ويجيب وكل شيء عقب الأخير ما يطلع. صحيح. الدفع يكون في البداية. لا هذه أول شيء اللي هو أول شيء إيه؟ بعد الاستفسار إذا هو منطبق عليه الشرط وعارف نفسه. نعم. يقدر يتقدم دايركت على طول. على طول. يعني أما إذا كان بيستفسر فله الحق إنه يدخل يستفسر فيعطي إذا كان هو مستحق ولا لا. يدخل على طبعا موقع يدخل وزارة الداخلية ويدخل رقمه الشخصي ويختار بيطلع له الفئة اللي هو مستحق منها فتطلع له الشروط والأحكام في الشاشة على أساس إنه قبل ما يتقدم يكون الشخص على علم بالشروط والأحكام كاملة في الطلب. وبعدها ممتاز. يدخل على موضوع الرسوم هي 3000 ريال. نعم. لكل شخص للطلب الشخص نفسه. الطلب الشخص نفسه له ولعائلته في البداية. نعم. ويدخل ويسجل المرافقين معه سواء كانت زوجته أو أبنائه. فبعد التسجيل خلاص يتحول دايركت على لجنة الإقامة الدائمة ويجيه مسج بأن تم تفعيل طلبك وتحت طلبك تحت الإجراء. ممتاز. وبالنسبة للمستندات اللي تطلب من الشخص بداية ما يطلب منه مستندات بعد ما اللجنة تراجع وتشوف أي مستند على طول يطلع له مسج SMS بالشيء المطلوب ارفق المستند المطلوب الآتي على حسب الطلب اللي تطلبه اللجنة. ممتاز. نعم. المدة الزمنية من يوم يقدم الطلب وتجيه ملاحظات مثلا نبغي شهادة كذا أو شهادة حسن سيرة وسلوك يعني تقريبا يطول الموضوع ولا في حدود الشهر ولا أقل من الشهر بشكل عام؟ هي ما محدودة بمدة معينة ما تتأخر مجرد أنه يقدم الطلب. نعم. المقرر اللجنة يدخل على الطلبات ويراجعها ويشوف الشخص إذا كان مستحق فعلا وفي إجراءات داخلية بعدها أقول يجي مسج إن موضوعه تحت الإجراء. الله يعطيكم الصحة. لك ممتاز. تقريبا الكلام احنا اليوم اجتمعنا أول اجتماع. نعم. تعريفي للجنة. نعم. وحطينا بعض الأسس وضوابط الاجتماعات القادمة بما أن اليوم احنا يعني في ناس تقدموا بطلبات على موقع وزارة الداخلية. بدأت الطلبات. صحيح. إيه عندنا اجتماع بعد أسبوعين نعطي نفسنا فرصة لمراجعة طلبات من مقر اللجنة والسكرتارية للاستكمال كل المتطلبات وبتنعرض أول دفعة لهذه الطلبات بعد أسبوعين من الآن إن شاء الله. بعد أسبوعين بإذن الله تعالى ممكن تكون يعني بتجي الموافقات وتوصلهم مسجات وكل شيء إذا كانوا مستوفين الشروط. صحيح. نعم. وفي حالة أنه مش مستوفين الشروط تبلغونهم شو الأوراق الناقصة أو الأشياء المطلوبة على أساس أنهم يقدمون يحصلون على هذا الشيء. صحيح. طيب يعني على سبيل المثال بعد ما يستخرج مثلا الحاصل على بطاقة الإقامة الدائمة مثلا ولي أمر أب حصل على هذه البطاقة ومع عياله يشمل عياله بعد معه؟ صحيح. حتى لو كانوا توهم من مولودين أو حتى ما صار لهم المدة الزمنية اللي كانت الأب إذا تمت الموافقة. نعم. على البطاقة الدائمة تشمل أولاده وزوجته. وزوجته اللي من الدرجة الأولى. صحيح. الله يوفقكم. والصلاحية إذا جينا نتكلم عن الصلاحية المقدم عيسى صلاحية البطاقة نفسها هل نفس الصلاحية بالأب والأبناء نفسهم ولا تختلف؟ صلاحية البطاقة 5 سنوات. 5 سنوات. اي والأبناء كذلك 5 سنوات بس في حالات مثلا اذا كان الابن وصل سن 18 سنة ف يعني قبلها بفترة اللجنة ترسل له مسج على اساس اذا الشخص كان الابن كان يدرس او يشتغل على حسب. نعم. اذا كان يدرس نمدد له الفئة على حسب ما تشوف اللجنة. وإذا كان يشتغل فطلب جديد ينتقل على طلب جديد أو طلب. ينتقل على نظام شؤون الوافدين. نعم. نظامات. هل ممكن بعد ما يحصل الشخص على الإقامة الدائمة أبو علي لو قام أي يعني عمل مثلا قضية أو شيء يخل بحسن السير والسلوك هل ممكن تسحب منه أو ممكن ينبه عليها الأشياء المحظورة على أساس يتقون الأخوان اللي ممكن يحصلون عليها على هذه الأشياء المحظورة؟ في البداية اللي بيحصل على البطاقة الدائمة لازم يكون يحصل على شهادة حسن السير والسلوك من الجهات الأمنية في الدولة وبعد ما يعني يحصل على البطاقة أكيد إنه لو صار عليه أي قضية أو أي حاجة بينعرض موضوعه على اللجنة ممكن إنه تسحب البطاقة منه. فإذا المطلوب من حامل البطاقة اللي هو التزام بقوانين البلد والتزام يعني كل ما هو موجود على أساس
تستمر هذه البطاقة. يعني هذا ميزة كبيرة اليوم احنا الدولة تقدمها للوافدين في في هاي البطاقة الدائمة. يعني بيستفيد استفادة كبيرة منها، لابد من المحافظة عليها والاستمرار فيها. لأنه يعتبرونهم يعني جزء أساسي في البلد، مثل ما قال سمو الأمير في خطابة في الأمم المتحدة وحتى في خطاباته المتتالية، يعني مهتم بالمواطنين والمقيمين. يعني هذه فرصة كبيرة. يعني من الميزات الكبيرة اللي في البطاقة الدائمة التمتع بالرعاية الصحية داخل الدولة بدون مقابل سوى تم بالقطري. يعني هاي بروحها فرصة طيبة. أكيد. كذلك التعليم. أكيد. والاستثمار مثل ما قال المقدم عيسى، يعني وغير المميزات الأخرى اللي ممكن ينعم فيها في المستقبل. صحيح. الحمد لله، يعني هناك مميزات. طبعا أنا ودي أذكر المشاهدين بالموقع الإلكتروني اللي هو www.moi.gov.qa، هذا هو موقع وزارة الداخلية، أو ممكن من خلال طبعا محرك جوجل تكتبون بس وزارة الداخلية الإلكترونية، وإن شاء الله تعرفون على التفاصيل بإذن الله. أنا ودي أرجع للمقدم عيسى، نتكلم عن الرسوم ودفع الرسوم، متى يتم دفع الرسوم، خاصة خلينا نقول إذا كان هناك مقدم طلب ما كان متأكد من الاشتراطات أو ما كان أو أوراقه كلها ما كانت كاملة ودفع الرسوم قبل لا يتأكد من هذه النقطة. بالنسبة للرسوم، الرسوم الأولى اللي هي 3000 ريال يدفعها مقدم الطلب، هذه لا تسترد. وبعد عرض الطلب على اللجنة والموافقة يتحول طلب من اللجنة على شؤون الوافدين بالموافقة على صرف البطاقة، ولكل شخص يدفع 3000 ريال لكل بطاقة. الله يوفقكم. إن شاء الله. يعني شروط احنا ما تطرقنا لها تقريبا، احنا اغلب قانون الاقامه الدائمه تطرقنا لهم، انتم بحضوركم ما قصرتوا على هذه المعلومات ووضحتوها للمشاهدين، لكن هل في نقاط احنا ما تطرقنا لها حابين تذكرونها للمشاهدين الكرام؟ طبعا في شريحه مستهدفه كبيره لهم. ابناء القطريات والقطريات المتزوجين من غير قطريه او العكس. هذه فئة يعني ممكن مهمة بالنسبة لنا، ممكن يتقدمون على موقع وزارة الداخلية على أساس أنه لتقديم طلباتهم. الطلبات هي نفسها والاشتراطات، اسمح لي أخوي، معك هي نفسها على أبناء الغطريات ولا لا لا هذا لم لا غير نعم. تعرفنا شوي يعني من بعض الشروط اللي من ذكرناها، المولد قطر. نعم. ما ينطبق عليهم شروط الحد الأدنى للراتب. بس 10 سنوات مطلوبين. ممتاز. اللي هو مولد قطر. صحيح. يكون صار بس 10 سنوات يستثنى منه اللي هو الراتب. صحيح. نعم. وبعد غيرها أبو علي. يعني يمكن الأبناء القطرية يتقدمون بدون مستثنين. أبناء القطرية. أبناء القطرية مستثنين. بدون مدة. نعم. بدون مدة. وكل من هو يقدم على الطلب لازم يدفع الرسوم اللي هي 3000 ريال. صحيح. نعم. صحيح. الله يعطيكم العافية. والله يوفقكم إن شاء الله. طبعا مشاهدينا الكرام، كل الشكر للمقدم محمد علي المهندي، مساعد مدير الخدمات الموحدة وعضو لجنة الإقامة بوزارة الداخلية، والمقدم عيسى بن حمد الكعبي مقرر لجنة الإقامة الدائمة بوزارة الداخلية. يعطيكم العافية وكل الشكر لكم على تواجدكم. الله يعافيك. يعطيكم العافية. شكرا. ما قصرت. الله يحفظك. ما قصرت. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى سوق واقف ونديب قناة الريان فيصل المهندي اللي متواجد حاليا لينقل لنا أجواء مهرجان أبريل بسوق واقف. فيصل، مساك الله بالخير والكلمة عندك. مساك الله بالخير أخوي حمد، مساك الله بالخير أخوي سعود، مساك الله بالخير مشاهدينا مستمعينا الكرام. أنا متواجد في سوق واقف في مهرجان إبريل اللي يقام حتى 12 من إبريل في المنطقة الغربية، الساحة الغربية من سوق واقف. المنطقة ما شاء الله مليانة بالفعاليات ومليانة بالعوائل اللي ما شاء الله مبسوطين في هاي الفعاليات اللي تقام. هناك فعاليات كثيرة، منها خيمة الليزر، منها بنت بول، منها العاب، منها السيرك الروسي والسيرك الافريقي، وايضا المسرحيات اللي تقام على مسرح عبد العزيز ناصر. واحب اذكر ان مسرحيه سنو وايت كان اخر عرض لها الحين اللي هو الساعه 7 للساعة 8، ومن بكره ان شاء الله راح يبدا مسرحيه جنجل بوك، راح تكون على عرضين من 5 لـ 6 ومن 7 لـ 8، والاسعار تكون 30 و50 و70 و120 ريال. خلونا ناخذ اجواء المهرجان ونشوف
انطباع العائلات حول هذا المهرجان. نقول لك مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور ان شاء الله. تعرفني باسمك؟ معك محمد خلفان. خلفان، تشوفك موجود من العصر هنا، شلون تشوف الفعاليات مهرجان ابريل؟ والله بصراحه انا اول مره اجي يعني صراحه هني، بس اجواء جميله يعني، العوائل والجو مناسب كثير ان الناس تجي. وحضرت كذا فعاليه صراحه ما شاء الله، يعني التنظيم وايد ممتاز، الحياه هني كلها جميله، يعني تحس انه يعني الجو جو اسري فعال يعني. بالعكس واشكر المنظمين على هذا الموضوع، يعني بالعكس شيء جميل، مع اني انا اول مره اجي صراحه يعني. دائما كنت اول مره جيت، شنو اكثر فعاليه عجبتك؟ والله فعاليات كثيره، مش فعاليه واحده صراحه يعني، غير المسرح اللي اشوفه قدامي هنا اللي عليه السيرك هذا، وفي فعاليات الليزر، وحاليا بعد انا والله ما توجهت الى المسرح حق اشوف المسرحيه سنو وايت هذه، بس انا قاعد اشوف دعايات عليها كثيره. بس والله في فعاليات كثيره يعني جميله والله صراحه كثيره يعني، مش لحد الان ما شفتها كلها يعني صراحه. وشلون شوف الاسعار؟ الاسعار والله مناسبه كلها، متناول اليد يعني، اسعار رمزيه صراحه تشوفها يعني رمزيه. وبالعكس انا اقول لك يعني المنظمين اشكرهم على هذا الموضوع صراحه يعني. بذا انت تشكر المنظمين، وحنا نشكر بعد اداره مكتب الهندس خاص متمثله باداره سوق واقف. شو تقول حق العوائل اللي قاعدين في البيوت؟ والله اقول لهم صراحه يلحقون على الاجواء الجميله هذه لحد الان يعني، الجو جميل مناسب ان الناس تجي يعني، ما بدا الحر لحد الان. واجواء يعني بالعكس فعاليات حلوه، ويعني المنظمين يعني ما قصروا صراحه يعني، سلاسه في الدخول وخروج، والله يعطيكم العافيه جميعا صراحه. اكتفيت اليوم ولا بتيجي بعد مره ثانيه؟ لا والله المفروض ان انا بعد اجي، لان لحد الان في فعاليات ما لحقت عليها صراحه يعني، يعني المفروض ان انا اجيب معي السر مره ثانيه. خلفان مشكور، وان شاء الله تستمتعون في الفعاليات. انا بذكر الجماهير في الفعاليات الموجودة عندك، وخليك تستمتع أنت والعائلة الكريمة في فعاليات مهرجان أبريل. شكرا لك وشكرا لحضورك مع العائلة. الله يعطيك العافية، تسلم لي يا شيخ. إذن أعزائي المشاهدين، مثل ما سمعتوا هناك فعاليات كثيرة. بكرة إن شاء الله راح تبدأ مسرحية ثم قلنا جنجل بوك على مسرح عبد العزيز ناصر في فندق مرقاب، وأيضا هناك خيمة الليزر تبدأ فعالياتها من الساعة 5:30، وكل ربع ساعة راح يكون في فعالية. العروض السيرك في المسرح المكشوف، في عندنا السيرك الروسي فعالياته تبدأ من 5:10 ل 5:25 و 6:10 لين 6:30، ومن 7:45 ل 8. وعرض السيرك الأفريقي من الساعة 6:30 ل 7:15 دقيقة، ومن 8:10 إلى 8:55 تقريبا للساعة 9. وأيضا تحدي البنت بول، اللي عنده فريق يبي يتحدى يتحدى، موجود هنا في هالمكان في الساحة الغربية من سوق واقب. المهرجان نعيد نقول أن المهرجان مستمر لين تاريخ 12 أبريل، باقي 4 أيام. استعالوا واستمتعوا أنتوا وأهلكم وعائلتكم والأطفال، استمتعوا بالمكان، جدا جميل وجدا دخول مثل ما قال أخوي خلفان، المكان دخول سلس، التذاكر بأيدي متناول الجميع ب10 ريال قيمة التذكرة الواحدة. راح نرجع لكم إن شاء الله دائما كل يوم لين ما نخلص المهرجان، ننقل لكم الأجواء الموجودة في سوق واقف. الحين أرجع حق أخوي سعود حمد العيدة في الاستوديو استكمال فقرات برنامج ترحيب. تفضل يا سعود يا حمد. يعطيك العافية يا أخوي فيصل، طبعا كل الشكر لك ولضيفك الكريم. أما الآن مشاهدينا الكرام ننتقل وإياكم إلى فاصل، وبعدها نتابع باقي فقرات برنامجكم ترحيب. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام. في إطار حرص دولة قطر على سلامة العاملين في مختلف المجالات، انطلقت مع بداية الشهر الجاري فعاليات شهر السلامة والصحة المهنية، والتي تسعى إلى تقديم كل ما من شأنه توفير الرعاية والسلامة للعاملين في القطاعات المختلفة. معنا في الاستوديو الليلة الدكتور محمد الحجاج، رئيس قسم الصحة المهنية في وزارة الصحة العامة. يا مرحبا ومسهلا دكتور محمد. وفي البداية قبل لا ندخل في موضوعنا، ما هي الصحة المهنية بالتحديد؟ نبغى نوضح للمشاهدين عقب نبدأ في محاورنا. تمام. الصحة المهنية كأي هو
فرع من فروع الصحة في العالم. نعم. واللي يهتم بصحة الموظفين والعاملين في أي قطاع، سواء قطاع حكومي أو قطاع خاص، يعني يتعلق في مكان العمل بحيث أن يكون الشخص مهيئ، أن المكان يكون مناسب، حتى يكون الشخص يعني مهيئ للنفس، يعني بنفس العمل. مثلا على سبيل المثال، شخص يبي مثلا تشغله مثلا في حمل الاشياء الثقيله، نعم. يعني كصحه مهنيه لازم اشوف هالشخص هذا هل ممكن انه يقوم بالعمل هذا او لا. فكل شخص له مكانه وله يعني مكان عمل خاص فيه. يعني هي تعتبر زياده وعي للموظف، سواء كان موظف حكومي او قطاع خاص، بمهنته والاشياء اللي ممكن تكون سلبيه عليه اثناء العمل، او هل هو يقدر يجيد العمل فيها او لا. طبعا هالشيء ما قصرت دكتور. دكتور، بما ان هذا الشهر هو شهر السلامه والصحه المهنيه، شوي نتكلم عن البرامج والفعاليات اللي تقدمونها. طبعا جت الفكره هذه من خلال الاستراتيجيه الوطنيه للصحه 2018-2022، ان يكون هناك دوله قطر شهر للصحه والسلامه المهنيه. طبعا هذا الشهر اول مره تصير عندنا في قطر، بالعاده حتى اسبوع. فكانت الهدف، لان التارجت عندنا كان اكثر شيء يتركز على العاملون في القطاع الخاص، ولكن مع الاستراتيجية هذه أدخلنا القطاع الحكومي وشبه حكومي في هذا المجال. فالشهر هذا بيساعد إنه يعني نغطي أكبر عدد من الجهات الحكومية وشبه حكومية. الله يوفقكم. طيب، الأهداف اللي أنتم تسعون لتحقيقها من خلال هذه الفعالية؟ طبعا هي الفعالية تتعلق بالصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل. نعم. فحن نود أن نعمل تعزيز في مكان العمل على أهمية الصحة والسلامة المهنية للموظف. نعم. سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، بالإضافة للعاملين في الشركات. نعم. وأهم هدف هو إعطاء الثقافة عن الصحة والسلامة المهنية. رفع مستوى الوعي في مجال فيه هناك ثقافة عن الصحة والسلامة. بالنسبة لهذه مثل ما تقول رفع مستوى الثقافة، هل تقومون بزيارات إلى الأماكن ولا لا؟ ممكن يكون من كل جهة حد عضو يجي عندكم في هذه الفعالية؟ طبعا في اللجنة اللي احنا مسوينها في وزارة الصحة. نعم. في من كل جهة عضو، تقريبا عضو. طبعا صعب انك تغطي كل الجهات، بقيه الجهات يتم التواصل معاهم عن طريق ذات العلاقات العامه لاصدار بعض البرامج التوعويه اللي تم توزيعها عن طريق الاونلاين للموظفين بتلك الجهات. الله يوفقكم. ولكن في جهات مشاركه معنا في اعداد هذه البرامج. الله يوفقكم. دكتور، شوي نتكلم عن الاشتراطات اللي واجب توفيرها خاصه في بيئه العمل لتحقيق سلامه العمل والصحه المهنيه بشكل عام. هل هناك اشتراطات معينة؟ هل هناك خطوات يجب اتباعها؟ طبعاً يختلف الاشتراطات هذه على اختلاف القطاع. نعم. فعندنا القطاع الخاص والقطاع الحكومي شبه حكومي. طبعاً القطاع الحكومي شبه حكومي أكثر الاشتراطات تتعلق بكيفية التعامل بالأدوات الإلكترونية، كيفية الجلوس في مكاتب أمام الكمبيوتر، كيفية أخذ راحة أثناء العمل. نعم. لأن تقريباً أكثر الحالات اللي تكون في القطاعات المكتبي، دعم المجال المكتبي، يكون بسبب ضغط العمل. فيحتاج الموظف الى تغيير مكان العمل لفتره مؤقته. فنعطي دائما نصائح ان الموظف ياخذ راحه في كل فتره يعني يعمل تغيير في كيفيه الرجوع للعمل مره اخرى بنشاط وكسر الروتين. يعني ممكن على سبيل المثال، ممكن يا دكتور، يعني ممكن اذا قاعد فتره طويله لا يقوم ريح، امشي على الاقل، خذ لك جوله، امشي في المبنى، يعني نوع من الارتياح شو اسمه بالحركه. نعم. لانه بيخف الام الظهر، بيخف الام مشاكل بالنظر. بينما الاشتراطات الاخرى المتعلقه بمجال العاملون في الشركات الخاصه يحتاجوا لكيف استخدامات وسائل الحمايه الشخصيه، كيف استخدام الاحزمه اثناء التسلقات اماكن مرتفعه. فيحتاج لاشتراطات مختلفه. في بعض الاشتراطات خاصه في المختبرات، وكيف التعامل مع المواد الكيميائية، اشتراطات خاصة عالمية. وكيف التعامل مع المواد الإشعاعية يحتاج إلى بعض الاشتراطات التي يقلل من التعرضات في أماكن العمل. الله يوفقكم إن شاء الله. دكتور، احنا مستمرين معك، ولكن ننتقل احنا ومشاهدين الكرام للسلامة والصحة المهنية، أهداف هامة. خلونا نتعرف على هذه الأهداف في هذا التقرير. تعتبر السلامة والصحة المهنية علم قائم بذاته، يهدف إلى حماية العاملين بالمصانع ومنشآت العمل من الحوادث المحتملة التي قد تسبب إصابات أو وفاة لا قدر الله، أو تلف في ممتلكات المنشأة. ولترسيخ هذا المفهوم وتعزيزه، هناك عدة معايير وخطوات يجب اتباعها.
ضرورة استخدام معدات الوقاية والسلامة الشخصية أثناء العمل وعدم الاستهانة بها وتوفير صندوق إسعافات أولية في مواقع العمل للتعامل مع الإصابات البسيطة بصورة أسرع، ثم تعزيز مفهوم السلامة المهنية بين مختلف العاملين في المصانع والمنشآت وعقد ورشات تكوينية لتدريب المهنيين على كيفية حماية أنفسهم والتعامل مع المخاطر بكل مسؤولية. كما للسلامة والصحة المهنية أهداف هامة تتلخص في حماية العنصر البشري من الإصابات الناجمة عن مخاطر بيئة العمل، وذلك بمنع تعرضهم للحوادث والإصابات والأمراض المهنية، وكذا الحفاظ على مقومات العنصر المادي المتمثل في المنشآت وما تحتويه من أجهزة ومعدات من التلف والضياع نتيجة للحوادث. طبعا مشاهدينا الكرام، مثل ما شفنا هذا التقرير ممكن اللي هو في مجال السلامة والصحة المهنية، ودنا ان نرجع طبعا للدكتور محمد الحجاج. دكتور، انت ممكن ذكرت في بداية حديثك عن الفعاليات والأنشطة او البرامج اللي تقومون فيها، ودي اتكلم عن الجهات المشاركة معاكم في هذه الفعاليات والبرامج. طبعا الجهات المشاركة عندنا وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وزارة الداخلية، مؤسسة قطر البترول، مؤسسة الحماية الطبية، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى بعض الجهات الأخرى. نعم. التي شاركت معنا بحيث بوضع برنامج وتحقيق الاستراتيجية الوطنية للصحة. الله يوفقكم. دكتور، بالنسبة للعاملين في مجال القطاع الصحي، هل لديهم يعني رقابة على أساس يشوفون أم مواقع العمل أو مواقع العمال بشكل عام؟ طبعاً من ضمن المبادرات في الاستراتيجية الوطنية للصحة في فئة عاملون بالصحة وأمان، في هناك مبادرة متعلقة بالقطاع الصحي، العمل بالقطاع الصحي. طبعا حاليا في هناك بعض السياسات، ولكن احنا في اطار في تطوير تلك السياسة. نعم. بحيث ان القطاع الصحي في عدد من المخاطر الغير موجودة بالقطاعات الاخرى. نعم. عندك المخاطر الكيميائية، عندك المخاطر الإشعاعية، بالإضافة الى كيفية التخلص من النفايات الطبية، لانها تحتاج الى بعض اللوائح الاسترشادية لتخفيف المشاكل والتعرضات للعامل في هذا المجال. فحاليا في وضع سياسة وطنية كاملة متعلقة بالقطاع الصحي، ومن ضمنها كيفية وضع لوائح استرشادية لكل مهنة من ضمن القطاع الصحي بما حسب نوع التعرض في أماكن العمل. نعم دكتور، في الختام طبعا المعرفة والدراية باشتراطات السلامة المهنية، شلون ممكن انها تقلل من إصابات العمل أكثر؟ طبعا الحين لو شفنا الصحة والسلامة المهنية على مستوى العالم. نعم. بدأت الفعاليات هذه من 2003 من أثناء أزمة كارثة صارت في أحد الدول، أدت إلى وفاة أكثر من 300 ألف عامل، فبدأت الاحتفاء باليوم العالمي للصحة والسلامة المهنية. طبعا هذه الفعالية هي مو شرط تكون يوم واحد، ولكن حبذا انه يكون سنويا، يكون باليوم هذا تذكير أهمية الثقافة في مجال الصحة والسلامة المهنية. هذا بيساعد انه يكون هناك صاحب العمل يكون على دراية والعاملون على دراية. نعم. اذا كان اثنين على دراية بالموضوع يساعد في ايش؟ بتقليل الإصابات، بتقليل الأمراض المهنية في أماكن العمل، بتقليل كذلك الأمراض المزمنة التي ممكن تصيب فيها العامل في أماكن العمل، منها الضغط ومنها السكر ومنها من أثناء العمل والضغط بسبب الجهد في مجال العمل. نعم. الله يوفقكم دكتور محمد الحجاجي، رئيس قسم الصحة المهنية في وزارة الصحة العامة، شكرا لوجودك معنا، وشكرا على هذه المعلومات اللي وضحتها لنا والمشاهدين الكرام. الله يعطيك العافية، ما قصرت. واجبنا. الله يحفظك. يعطيك العافية دكتور. الله يحفظك. ما قصرت. طبعا مشاهدينا الكرام، ننتقل وياكم الآن إلى نديب قناة الريان محمد الشهراني، المتواجد في سوق الوكرة لمواكبة فعاليات مهرجان أبريل في سوق الوكرة. محمد، الكلمة عندك. يا هلا ومرحبا فيك أخوي سعود، مساك الله بالخير. أيضا السادة المشاهدين، مساكم الله بالخير في هذه الأجواء المناسبة في رابع أيام مهرجان أبريل في سوق الوكرة. للأمانة الأجواء جدا جميلة، ممتعة، أجواء عائلية بمعنى الكلمة، سواء من مطاعم، من محلات، أيضا من الفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان. لو بنتكلم عن السيرك الروس اللي قام لأول مرة، أيضا الألعاب الثانية أو الفعاليات الأخرى اللي على مسار السوق، غير الأنشطة الترفيهية اللي موجودة في الساحة الثانية حاليا، معي أحد الزوار ويا عائلته، بما أن الأجواء عائلية راح ندردش وياه، راح نسولف وياه عن أجواء السوق الوكرة. يا هلا ومرحبا فيك، حياك.
أول شيء السلام عليكم، الله يمسك بالخير. السلام ورحمة الله وبركاته، مساك الله بالنور والعافية. الله يعطيك العافية، عرفنا عن اسمك. أخوك سالم المري. نعم الله، شو اسمك؟ مبارك سالم المري. ونعم يا مبارك، الله يعطيك العافية. نبي نتكلم عن الأجواء سوق الوكراية، شلون لقيتوه؟ من متى وأنتم موجودين؟ أنا تقريبا تقدر تقول من ساعة. وين رحت وين جيت؟ تو وقفنا، جينا نبي ناخذ التذاكر السيرك الروسي، لكن زحمة وما عاد في تذاكر، خلصت. لك نية تجي إن شاء الله مرة ثانية؟ أكيد إن شاء الله بإذن الواحد الأحد. طبعاً أول أنا جايبهم عشان السيرك. حلو. بالتحديد، لكن ما الله كتب نصيب في السيرك، نجيبهم مرة ثانية إن شاء الله السيرك. لكن الفعاليات واجد حلوة. جميل جداً. أنت كنت تبي اللعبة اللي ورا صح؟ إيه. هي أول لعبة اليوم؟ إيه. ما شاء الله، تنتظر دورك. طبعاً خذيت تذكرتك. لقيت الألعاب وين جاي في الطريق؟ إيه. ايش رايك فيها، حلوه ولا للحين ما جربتها؟ تبي تجربها ان شاء الله عقب؟ ان شاء الله اجربها باذن الله. زين، شلون الاختبارات معك؟ طيبه الحمد لله. امورك طيبه ولا نص نص؟ طيبه. الله يوفقك ان شاء الله ويسهل امورك. طبعا بدات العطله واولياء الامور ودهم يجون السوق، دعوه توجهها لاولياء الامور وعيالهم بما ان العطله بدات؟ اللي موجودين في الدوحه وما سافروا برا الدوحه، الفعاليات اللي في الدوحه تغطي اللي موجودين في الدوحة وزوار اللي بيجون الدوحة في فترة الأسبوع هذا، وأنصح أولياء الأمور والعوائل والأهل ما يفوتون سوق واقف الوكرة. بالتحديد سوق واقف الوكرة فعالياتهم راقية حلوة، بالذات السيرك يعني ما يتفوت. أساكم على القوة إن شاء الله، الله يحفظك ومبارك ويعافيك ما شاء الله، الله يبارك فيهم إن شاء الله. الله يبارك الله يبارك فيهم ان شاء الله، خذ راحتك انت وعيالك وان شاء الله تكملوا جولتكم. وياك يا رب العالمين، يعطيك العافيه. الله يعافيك ان شاء الله، الله يحفظكم ان شاء الله. طبعا اعزائي المشاهدين، لا زالت الاجواء مستمره وايضا الفعاليات مستمره. ايضا هناك فعاليه الليزر اللي موجوده على السيف للاستمتاع بها تقريبا يوميا على الساعه 7. للامانه الكثير من المطاعم المتنوعه سواء محليه او على المستوى الدولي، بعد حلو الواحد يجيب عائلته يجرب المطاعم اللي موجوده، يتسوق وايضا يقدر ينزل عياله، لان الالعاب متنوعه جدا. راح ينتهي المهرجان في تاريخ 12، فاستغل الفرصه قبل بدايه العام او نصف الفصل الدراسي الثاني. هذا بشكل عام اخوي سعود الاجواء اللي موجوده، وهذه ايضا دعوه اخيره لكم للاستمتاع بها. مشكور يا محمد، بيض الله وجهك، ما قصرت على هذه المعلومات، وبإذن الله تعالى كل مشاهدينا أو حتى مستمعينا الكرام يتلاحقون الوقت، عندهم سوق واقف وسوق الوكرة والمهرجان ينتهي 12 أبريل في هذا الشهر. مشاهدينا فاصل قصير، وعقب الفاصل نرجع ونكمل فقرات ترحيب، خلكم معنا. حياكم الله من جديد مشاهدينا ومستمعينا الكرام. في إطار الاحتفال بيوم الأسرة في قطر الذي يصادف يوم 15 أبريل من كل عام، دشن مركز الاستشارات العائلية وفاق مع بداية هذا الشهر العديد من الفعاليات التي تعنى بالأسرة وتسعى لتقديم كل ما هو مثمر ومفيد من أجل الأسرة ومن أجل تماسكها. نعم، للتعرف أكثر على أبرز الفعاليات معنا في الاستديو السيد سليم العنزي، مدير مكتب التخطيط والتطوير في المركز. يا مرحبا ومسهلا، حياك الله معنا في استديو ترحيب على شاشة قناة الرياض. الله يرحب بك. الله يحييك يا أخوي سليم، شرفتنا. في البداية لو نعرف مشاهدينا أكثر عن هذه الفعاليات والبرامج. طبعا يوم الأسرة في قطر هو يصادف 15 أبريل من كل عام، ودأب المركز على إقامة مجموعة من الفعاليات والأنشطة المختلفة للاحتفاء بهذا اليوم، نظرا لأهمية الأسرة وهي اللبنة الأساسية للمجتمع. والسنة هذه طبعا كانت الاحتفاليات والجانب التثقيفي والتعوي بشكل أكبر، نعم، فلم تكن مقتصرة يعني على يوم واحد، وكنا نتناقش تحت الهواء على الموضوع هذا، إن الأسرة ترى طول السنة 365 يوم بالضبط، وهذا الهدف منها. إن السنة هذه كانت الفعاليات يعني ممتدة لعدة أيام، علشان إن إحنا نقول إن الأسرة هي ليست يوم واحد، نعم، لكن هذا اليوم هو للتذكير والاحتفاء فيها بشكل أكبر. فالسنة هذه إن
ان شاء الله عندنا مجموعه من الفعاليات المختلفه، سواء يعني كانت من خلال الحملات الاعلاميه على السوشيال ميديا او من خلال المحاضرات التثقيفيه والتوعويه، وايضا حتى الجانب الترفيهي مع الاسر المختلفه في هذا العام ان شاء الله. الله يوفقكم ان شاء الله. طيب الجهات اللي تساهم معكم او مشاركه معكم في هذه الفعاليات؟ ولله الحمد كل سنه يصير عندنا نوع من الازدياد بالجهات المشاركة ولله الحمد. طبعا السنة هذه أيضا راح نشوفون إن شاء الله في تاريخ 15 أن أغلب المباني الرسمية في الدولة سوف تضاء باللون الأخضر، وهذه ما جرت عليه العادة بحكم أن اللون الأخضر هو اللون الممثل للأسرة في قطر، فراح يكون هناك العديد من الجهات اللي راح تضيء بهذا اللون تذكيرا بهذا اليوم وأهمية الأسرة. أيضا انتقلنا احنا من مسألة انه فقط ان مركز الاستشارات العالية وفاق هو من يقوم بالاحتفال الى اشراك الجميع، حتى انت في بيتك لابد ان يكون عندك نوع من الاحتفال باسرتك. فمختلف الجهات الحكومية هذه السنة هناك ان شاء الله تفاعل من قبلهم بالاحتفاء بهذا اليوم مع موظفينهم وتحفيزهم على وتذكيرهم باهمية يوم الاسرة ان شاء الله. نعم طبعا يوم الاسرة في البداية هو يوم، بعدين امتد الى اسبوع، بعدين الى عدة فعاليات. طبعا هذا اليوم مهم بالنسبة لكم ولنا وللجميع، ولكن خلينا نتكلم عن أهمية يوم الأسرة في دولة قطر. أهميته خلينا نقول احنا في البداية يعني القيادة في دولتنا الحبيبة لما استشعرت أهمية وشافت أهمية الأسرة بأن وأن المجتمع ودولة قطر لا يمكن أن تتطور وتذهب للأمام إن لم تكن أسرة في قطر مستقرة مزدهرة تساعد وتحط يدها في تطور البلد. فكان مقترح يوم الأسرة في قطر مصاحبة سمو الشيخة موزة بنت ناصر، واللي بالفعل من 2011 أقر في مجلس الوزراء وأصبح بشكل مستمر الاحتفال فيه بكل عام من أجل ترسيخ هذا المفهوم أن الأسرة هي رقم واحد. الأسرة حتى في الظروف اللي احنا نعيشها من اول يوم في الحصار اثبتت المجتمع القطري واثبتت الاسره انها هي الرقم الصعب، انك احنا كلنا في قطر اسره واحده وكلنا متلاحمين. فاهميه الاسره لازدهار المجتمع اهميه كبيره باذن الله تعالى. والله ان شاء الله يجعل ان شاء الله كل الاسره ان شاء الله متماسكه ومترابطه ان شاء الله تعالى. اكيد في شعار لكم انتم حاطينه حق السنه هذه، اذا كان لكم شعار ما هو الشعار ودلالات هذا الشعار؟ شعارنا للسنة هذه هو عن التربية الوالدية. وهذا الشعار ليوم الأسرة في قطر لهذا العام، التربية الوالدية حصانة مجتمعية. ويأتي من أهمية أن يعني تثقيف الناس أن التربية ليست فقط أن الأب والأم أن للطفل. بالعكس الأب والأم هم نفسهم يجب أن يتثقفوا ويمتلكوا المهارات في آليات التعامل مع 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 الابن. فالسنة هذه كان التركيز أكبر على الآباء والأمهات أن أنتم الأساس في تربية هذا الطفل، وأن كل ما تقومون به من أفعال ومن أقوال يصب في تربية وتنشئة هذا الطفل. فإن لم تمتلكوا هذه المهارات ولم يكن لديكم يعني هذه الثقافة لن يستطيع الطفل أن ينشأ بطريقة طبيعية وبشكل صحيح. فكان يعني توجهنا لهذا العام في مسألة التربية الوالدية. نعم. الله يوفقكم. أخي سليم طبعا من خلال البرامج والفعاليات خلينا نتكلم عن تفاعل الأسر القطرية في هذه الفعاليات. الحمد لله أيضا مثل ما قلنا كل سنة قاعد نلمس مزيد من التفاعل بشكل أكبر، لأن الحمد لله حتى مع ازدياد يعني انتشار وسائل التواصل الاجتماعي وسهولة الحصول على وارتفاع أيضا نسب المتعلمين في البلد. إحنا ما نتكلم يعني إحنا وصلنا يعني 2019 نسبة التعليم في دولة قطر من النسب العالية جدا، فهذا أثر لنا الحمد لله. المجتمع القطري أصبح يعي أهمية هذا الشيء، فبالفعل بدينا نلمس هذا الشيء من مشاركاتهم سواء في الورش في المحاضرات ايضا، حتى يمكن تتابعون انتم في السوشيال ميديا حتى كيف ان الناس بدات تحتفي مع اسرها. ان كيف تشركها بافراحها وكيف انها يعني تعمل على استقرارها. الله يوفقكم ان شاء الله. سليم احنا وصلنا للختام، لكن نبغي كلمه للاسره القطريه، للاب والام والابن والبنت. زين قبل لا نقول احنا نقول مو بالاسره القطريه، جميع الاسر في قطر. هذه شغله نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. إن كنت تريد السعادة، إن كنت تريد الاستقرار، إن كنت تريد الازدهار، فابدأ
من أسرتك؟ من أسرتك ومن أبنائك، لأنهم هم أمانة. كما نحن طبعا ندعوهم لمشاركتهم معنا في فعاليات المختلفة، وإن شاء الله من تاريخ أيضا راح 13 14 15 راح يكون مجموعة من الفعاليات في مقر وفاق تخص الأطفال الكبار، احتفالية تثقيفية توعوية، ندعوهم يزورونا إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. طبعا كل الشكر لك أخوي سليم العنزي مدير مكتب التخطيط والتطوير في مركز الاستشارات العالية وفاق، ويعطيك العافية وشكرا على التواصل. يعافيك ويبارك فيك استاذ، ما قصرت. يعطيك العافية. بهذا عندك أبو علي. لا لا طبعا مشاهدينا الكرام نكون وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامجكم ترحيب، ونشوفكم على خير بكرة في حلقة جديدة. في أمان الله. في أمان الله.